بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يا رب تكونوا بألف صحة وعافية وخير. النهاردة الخبر الجميل المنتظر، الحمد لله رب العالمين، وصلنا البنكود ودخلته على الحساب بتاعي وفعلت البنكود في حسابي، في حساب القناة بتاعتي. طبعا انا جاية علشان اقول لكم، هو طبعا الموضوع موضوع البنكود مهم جدا جدا جدا، من غيره مش هنقبض ارباحنا. فانا قلت اقول لكم على تجربتي اللي خلتني استلم البنكود في اقل وقت. طبعا البنكود كانوا رسلوني، ادسنز رسلوني وقالوا لي ان احنا بعتنا لك البنكود وادخلي، يعني زي ما بيجي لنا كلنا. لكن المشكله كانت في استلامه، ان ما كانش في طيران يوصله لي، ما كانش في طيران ان هم يبعتوا، هم بيبعتوا فما فيش بريد يجيبه لي وما فيش طيران، والموضوع كان واقف علشان ايه؟ موضوع كورونا وكده. فاللهم لك الحمد، المواضيع الاجواء الجويه اتفتحت والطيران اتفتح وكده. فانا طبعا في الوقت دون من فتره كنت بروح كل مثلا يومين ثلاثه اروح البريد، نفس البريد اللي انا كاتبه عليه الادسنز بتاعي، نفس المكان. فكنت بروح، طبعا عرفت الموظفين اللي هناك وعرفتهم الموقف ان انا منتظره البنكود، وديت لهم رقم زوجي علشان كان في رجاله وكده ما ينفعش ادي لهم رقم، فديت لهم رقم زوجي وقلت لهم ايه، قلت لهم يعني لو جالكم، وطبعا اتعرفت عليهم وتقربت منهم كويس، وقلت لهم لو جالكم يعني ايه اطلبونا وكده. فطبعا دول كانت اسهل طريقه ان هم يتصلوا بينا. فالحمد لله رب العالمين، لقيت واحدة بتتصل بينا وبتقول ان تعالوا استلموا من البنكود. طبعا بسرعة بسرعة، يعني انا ما تأخرتش خالص، بمجرد ما الطيران الاجواء الجوية اتفتحت والطيران اتفتح، لقيت على طول الاخت اللي في البريد راحت طلبانة وقالت تعالوا مستلموا. ليه بقى؟ علشان لازم حد يروح البريد ويدي رقمه او يسلم رقمه واسمه وبياناته وعنوانه. العنوان ما نقولش مثلا شارع كذا وعمارة كذا وما اعرفش ايه والكلام ده. انا لما قلت، انا قلت مثلا خلف كذا وامام كذا وعند كذا وتسأل كذا، دي في ورقة خاصة كده، وراحهم دبسوها عندهم وكتبوا رقم التليفون، فكان اسهل ليهم ان هم يطلبوا رقم التليفون. انا قلت عشان لو ما قدروش يطلبوا رقم التليفون يبقوا يلاقوا ايه، يعرفوا المكان فين بالظبط، لان انا قريبه منهم يعني مش من بعيد، مش بعيد يعني. فالحمد لله بمجرد بتقول لي ده لسه جاي حالا، فبجرب الرقم لقيتكم ردتم عليا. فانا على فكره انا جريت، انا ما استنيتش حد حتى يجي معايا ولا حتى يوصلني ولا كده، لا انا جريت ورحت استلمت وجيت. دي تجربتي مع البنكود، ويا رب عقبال كل اللي ما جالوش يجيله البنكود بتاعه. ولازم لازم لازم ضروري ضروري تسيبي رقم تليفونك في البريد، ده اهم حاجة، اهم حاجة ان انت تسيب رقم تليفونك، علشان دي اسهل وسيلة ممكن يتواصلوا معاك بيها. ويا رب يفرح الكل ويسعد الكل، وكل واحد يديله على قد تعبه وزيادة كمان. شكرا لكم يا حبيبي، يا رب يكون فدتكم بحاجة، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. ما تنسونوش بقى في الشير واللايك علشان الكل يستفاد، واللي مش عندي يفعل الجرس ويعمل لي اشتراك وكده. وشكرا لكم يا حبيبي وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.